شوفوا تصريح السيد الاستاذ هيكل مكي قيادي في حركه الشعب التونسيه فيما يتعلق بالاستاذ راس الغنوش، اللي يعطي المجال للسيد ماهر المدوب للتعليق. يلا. كيف يقول الاحتراب الاهلي، يا احنا موجودين ونحكموا، يا توانسه راكم باش تمشوا الاثنيه خايبه برشا انت احتراب وانت عنف. هذا ما ينجمش، ما يقصدش كان هذا جت على لسان خليفه ولا على لسانك انت معز ولا على لساني انا، هذا نجمو نحكوا فيها. اما تجي على شيخ من شيوخ العنف في المنطقه اللي هو راشد الغنوشي، الاعتدال لا حد شيء. سايب عليك من الحديث نتاع الاعتدال والديمقراطيه وش عملنا بها ديمقراطيه اللي بشروا بها الاخوان، ديمقراطيه الفقر والموت بالكورونا، وديمقراطيه الغنيمه، وديمقراطيه العفو التشريع العام، وتدخيل الناس للوظيفه، واثقال كاهل الدوله وكانها بقره حلوب الناس كل تحلب فيها. نعم سي ماهر، فقط اسمح لي قبل ما اعطيك المجال، على الاقل فيما يتعلق بالعفو التشريع العام، راهو عفو التشريع العام العدد نتاعهم مشمول، وشمال القوميين واليساريين والاسلاميين فقط للتصريح. هو استاذ انت حسب رايك التصريح هذا راي محامي دائره اتهام، والا انت عرفت السجن كم موسى في الحبس يسموها كم موسى لكن المجال انا تمنيت انك ما لا انا راي سياسي، انا معارضه. لا لا على كل، يعني احنا نعرف بعضنا زملاء ونعرف بعضنا. انا يكفي ان هذا الرجل في يعني سنة 2021 بداية 21 يعني عطل ميزانية تونس 15 يوما، ميزانية تونس معطل المصادقة على ميزانية تونس 15 يوما من أجل عيون قيس سعيد. وقت رئيس المالية، هو لجنة المالية، هو كان رئيس لجنة المالية، ومعناه هو من الحب ما قتل. فانا ما نحبش نعلق علق على غنوشي، على اتهامات غنوشي رجاء. طبعا طبعا، لكن انا نقول معناه شوف، لو راشد غنوشي يعني ولا حركة النهضة معناها صرفت ملايين الدولارات من اجل حملة علاقات عامة دولية لشخص راشد غنوشي، ربما ما نجمش تعمل اللي معناها صار بعد اعتقال الاحتجاز والاعتقال التعسفي لراشد غنوشي منذ يوم 17 أبريل إلى يومنا هذا. تونس والديمقراطية التونسية وراشد الغنوشي وحركة النهضة أصبح لها يعني صيت وسمعة دولية في أوساط جامعية وسياسية ومعناها استراتيجية عالمية لم يشهدها زعيم تونسي قط. ربما معناها مع الزعيم بورقيبة أو أكثر من الزعيم بورقيبة، لما 160 من كبار مفكري العالم ينادوا بإطلاق سراح راشد غنوشي هذا يكفي. والحقيقة هذا ما ظهر ليس نتيجة تحركات خارج أو يعني الأعمال الكبيرة اللي قاموا بها معناها عائلته وبناته وأولاده، ده هذا ما قدمت يداه. هذا الرجل بعد يعني عمره 83 سنة، 60 سنة من النضال، 60 سنة من الفكر، 60 سنة من الاجتهاد، في أول أزمة حقيقية بين التفاف العالم من حوله، وأنه يعتبروه معنى أحد أيقونات الفكر المعتدل وقادة العالم الإسلامي. ثانيا بالنسبة لحركة النهضة، يعني أنا ترشحت وتشرف أني كمستقل ترشحت لدورتين على حركة النهضة، وعايز عن قرب أزمة 81 أزمة 87 وأزمة 91 وهذه الأزمة. بالطبع السياقات تختلف، ولكن أنا نقول في الأخير شنو اللي يهم الإنسان؟ هو الشرف نتاعو. هل في الأزمات هذوم الأربعة الكل فما واحد من حركة النهضة شدوه هز سلاحها الدولة التونسية؟ فماشي واحد من حركة النهضة شدوه خنب سرق
من ليم احمر من الدوله التونسيه. مسميش واحد من حركه النهضه شدوه من اجل قضيه تاع شرف اغتصاب معناها لامراه. هذا ما يعيب الانسان. بخلاف ذلك لا، قضايا الارهاب، اسمح لي، قضايا تبييض الاموال والارهاب معيبه اذا ثبتت. يعني شوف، بالنسبه لقضيه قضايا الارهاب قبل الثوره، كل المحاكمات المحليه والدوليه برأت حركه النهضه. شوف انا عايش في الشرق عندي 20 سنه، وتحب نعملوا حصه ويجي الدكتور يجيو معناها ناس معناها اللي قاعدين نعملوا فيه في تونس بالنسبه لسوريا وكذا والتسفير وكذا، سندفع فيما بعد ثمنه غاليا نتاع حمق ومتاع حقد ايديولوجي وتعصب اعمى نتاع ناس ما عمرهم ما كانوا رجال دوله تماما. تونس لعمرها هزت سلاح ليبيا مع سوريا، ولا حاربت في سوريا، ولا حاربت في اليمن، ولا حاربت في اي دوله عربيه. واللي يقول عكس هذا كذاب. ومع ذلك لدينا معناها مواطنين تونسيين حاملين البورت درابو هذايا اللي خلى طاغيه، وانا اقول طاغيه، يخرج ويتكلم بعد مقابل الرئيس قيس سعيد ويتكلم على تونس. علاش يتكلم على تونس؟ علاش ما تكلمش على الناس اللي ضربوا بالطائرات؟ علاش ما الناس ما تكلمش على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا؟ احنا ما ندخلش في غيرنا. شو كذا شو كذا؟ نعم، افصح افصح دقيقه، ما تقصد استاذ ماهر؟ احنا عمرنا ما دخلنا في حرب تاع سوريا، حتى حد ما دخلنا، حتى تونس معناها باش دخل في حرب سوريا، ولا دخلنا في حرب اليمن، ولا دخلنا في الحرب في ليبيا، ولا دخلنا في مشاكل في مصر. نتق الله في تونس، في ابناء تونس. هذا مش معقول، لانه اي واحد يقول انه راه نحن دخلنا غدوه الدوله السوريه او الدوله اليمنيه او الدوله المصريه او الليبيه، نعم، مش جي تطالب تعويضات، مو سهل. نعم، اعتقد اعذرني سماحه دقيقه، اعتقد لي قبل ان ارفع اذان صلاه العشاء، ويبقى معي سي ماهر وسي دكتور ايمن. فقط انا اذا كان لدي ما اعرج به، على الاقل اسمحوا لي كمشاهدين، ارى المرسوم العفو التشريعي العام هو اول مرسوم صدر بعد الثوره في عهد محمد الغنوش، مش راشد الغنوش، ربما عنده اختلاط في خلط الاسماء سي هيك المك. ثانيا راهو العشر العام راهو به، وربما غدا يستفيد منه منوبك اللي كنت تدافع عليه اكثر مره، اللي هو منافس سعيد في الانتخابات الرئاسيه سي نبيل، ربما يستفيدوا منه. راهو العفو التشريعي العام باش ترجع الحريه، اكيد مش دوم الديكتاتوريه، ربما يستفيد منه غدوه.